مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، رجل منصات التتويج في النادي الأهلي النهاردة بنبارك له على البطولة رقم 10 ليه مع النادي الأهلي، والنهاردة بيحقق السوبر رقم 4 وبيعادل رقم الأسطورة مانويل جوزيه. Damit ausgleich mit Manu Guseh, der Legende-Trainer von Al Ahly. Was sagen Sie dazu? Ja, ich freue mich für die Fans. مستر كولر، اول بطوله ليك مع النادي الاهلي، كنت انا معاك هنا في الامارات وقلت لي جمله مهمه، انا جعان للبطولات، عايز احقق بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي بعد 10 بطولات. هل مستر كولر شبع بالبطولات ولا لسه عنده المزيد من البطولات للنادي الاهلي؟ سي سات اوس، انا شكلي كده شبعت بطولات. لسه نان ويل يد سبيل ويل ايش جوين ويل يد سبيل، كل ماتش وكل ماتش في الكاس عاوز اكسبه، في ماتشات ما فيهاش بتكسبش فيها كؤوس او بتحقق لك بطوله، بس الماتش اللي عندنا ضد العين لو كسبناه بنستمر في البطوله، خسرناه طلعنا من البطوله، معنى كده ان احنا فترة التقاط الأنفاس، علشان احنا لو كسبنا ان شاء الله ماتش العين بنكمل في البطولة، خسرناه بنطلع من البطولة. بس هذا النقص نخل العين اون ذا ماستر شاف، الاستاديوم برينت، الاستاد والجماهير فيه يعني بيدفعونا بشكل واحنا مستنيينهم في استاد القاهرة يوم 29، لهم دافع كبير جدا جدا لنا للفوز. جماهير النادي الاهلي دايما بتطالبك بالبطوله اللي بعدها، وانت بتحتفل دلوقتي احنا بنقول لك البطوله اللي جايه ماتش العين، عودتنا على كده وجمهور النادي الاهلي اتعود على كده، ومهم جدا يبقى عندك مدرب عنده طموح جمهور النادي الاهلي. Das die Mannschaft so eine Coach hat, der immer so ambitioniert und mehr will. Weil wir spielen um zu gewinnen. احنا بنلعب عشان نكسب. واحنا بنلعب علشان نحصد الالقاب. لازم احنا تحت اختبار في كل ماتش ولازم نطلع احسن ما عندنا. انا بدي رساله للجماهير، مش كل ده مش ممكن ان انا اكسب كل الماتش، بس احنا بنعمل اقصى جهدنا. الفريق اظهر النهارده معدنه الحقيقي. خلقنا فرص كتير جدا، ولكن للاسف الحظ كان معاندنا، مع احنا ما جبناش جون، ولكن في ضربات الجزاء ربنا وفقنا. احنا سعداء جدا جدا ان احنا كسبنا الكاس ده النهارده. نشكرك يا مستر كولر وبالتوفيق باذن الله.